لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق بالزمان الأولي يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسلي الخالطون غنيهم بفقيرهم والعاطفون على الفقير المرملي بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأولي المشتاق المشتاق لطلب الوفاق الوفاق أيها السادة أمدكم الله بالهناء والسعادة شاهدتم في لقائنا المنصرم أنني كنت وصيا على أموال شخص غريب جاء بعد سفر طويل إلى بلدته ليفتش عن وليده وزوجته فما تدون أن يتمكن من رؤيتها ورؤيته ولما كنت لا أعلم عن زوجته سوى اسمها ولا أدري شيئا عن شكلها ورسمها فقد بدأ الناس يحومون حولي كما تحوم حول الطعم السمكة ليقتنصوا مني الإرث ويقاسمونني التركة صاحب الشرطة أراد أن يقاسمني شيخ الكار أخذ يتقرب مني ويدللني وشهبندر التجار سال لعابه وطار صوابه وفتح كالشدق جرابه حتى طهماز نفسه أوشك أن يقبل يدي لما علم أني الوصي ولكن أيها السادة لنرى إذا ما سيحدث بعد فالرؤية بالعين أحلى من الرواية والسرد أليس اشتهيت لك هذه التفاحة يا صهري العزيز امضغها هنيئا أنزلها الله في عروقك مريئا خذ التفاحة الحمراء مني لا ترديها فقد رويتها بدمي وهذا الري يحييها ألا ترى معي يا صهري يا من سأسند على همتك خصري يا صهري نعم ألا ترى أن الوقت قد حان لنتباحث في أمر يهمنا نحن الاثنان دعهما يتناجان قليلا يا طهماس بدور اسمعي قلبي كم يدق
وصوتي كم يرق. أبا الفتوح، صدقيني ما قلت غير الحق، لقد استبد بي الهوى فأنطقني العشق. لقد تجاوزا الحدود ولم أعد أحتمل المزيد. هون عليك، ما هي إلا لحظات ويتفرغ إليك. لقد مضى النهار بطوله وهو يتغزل، بصراحة بدأت أتململ. يا ناس يا ناس، هل أصبح القال والقيل أهم من أحاديث المال؟ بدور بدور يا أطيب من نفس الربيع، يا أصفى من جنى النحل، أما زال لي في قلبك محل؟ هل لك يا زوجي الحبيب أن تهتم قليلا بوالدي؟ فهو إلى جانبك قريب. من؟ عمي العزيز؟ أنت هنا ونحن لا خبر عندنا؟ نعم، نحن هنا منذ حضرتم ولم نغادر مكاننا. عفوك يا عمنا، واعذرني إذا كنت قد تصرفت تصرفا مسيئا، فأنت تعلم أن الشبعان يفت للجائع فتا بطيئا. لا بأس لا بأس. والآن هل لي أن أتحدث معك على انفراد؟ على انفراد؟ ولماذا لا نتحدث بين العباد؟ لا 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 لا، لقد تعودت أن أناقش الأمور المالية وأنا بكامل راحة نفسية، فعلاقة المال عندي علاقة روحية. هذه المرة يا عمي صدقت وبالحق نطقت. طبعا طبعا، ثم إن لكل كلمة من فمك ساقطة أذن في رأس غيرك لاقطة. لا تخافي يا بدور، فزوجك لن يتخلى عنك أبدا، فهو بك مهووس وأنت في عينيه أزهى من الطاووس. أبا الفتح، عد سريعا. بدور، وهل عهدتني يوما إلا مطيعا؟ كفاك طيشا ومراهقة كالعجوز المطلقة. ماذا تقول؟ أقصد دع عنك هذا للأيام اللاحقة، والآن أنت تقول إن المال متوفر معك بكثرة، أكثر من تمر البصرة. إذا ساعدتني سأكون إزاءك كالحمل الوديع، واعلم أن الزيت في العجين لا يضيع. ما طلباتك يا عمي؟ متى وكيف ستعطيني المال لأعيد لك زوجتك في الحال؟ اسمع يا عمي، كي تبدو المسألة قانونية يجب أولا أن نجد امرأة تدعى ليلى. ليلى؟ نعم، ليلى زوجة المرحوم الثكلى، فهو كان قد أوصى لها بماله عندما شعر بدنو أجله. ما شاء الله، ومن أين آتيك بليلى هذه يا رعاك الله؟ المسألة بكل بساطة يا أبا الفتح. نعم، عدتك ذكيا ألمعيا، فما بالك اليوم تبدو غبيا؟ إنما أقصد يا عمي، يا أبا الفتح، إذا كنت أريد أن أحتفظ لنفسي بالمال فلما أبحث عن ليلى أو حتى دلال؟ هدئ يا عمي من روعك وفما أروم، سنتدبر أمر عطية على أنها ليلى زوجة المرحوم وقد بدلت اسمها إلى عطية عندما اشتغلت في قصرك مربية. عطية؟ وما شأن عطية في هذا الموضوع؟ مسألة شكلية، ولكنني أنا لا أحبها، لا أحبها ولا أرغب فيها. ولكن عندما يعود المال إليها ستحبها ومن ثم تتزوجها. ولكن قد يغير المال أحوالها، فقد تراني أقل شأنا منها وتفعل آنذاك ما يخطر على بالها، فأخسر ابنتي والمال. لا 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 لا، هذه الفكرة لا أقبلها، لا. إنما أريد المال لنفسي لأسجله باسمي وأتصرف به كما يحلو لي بشكل رسمي.
إذن لم يبقى أمامك إلا أن يشهد لك اثنان من الشهود على أنك الأخ الوحيد للمرحوم. هذه فكرة جميلة. حسن، سأتدبر الأمر مع اثنين من الشهود بعد أن أحشو جيوبهما بالمال والنقود. أقول اثنين من علية القوم وليس ممن حولهم الشبهات تحوم. مثل من مثلا؟ مثل من شهبندر التجار على سبيل المثال. شهبندر التجار؟ لا 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 لا، هذا محال. لا محال مع المال، إنه يدغدغ الرغبات المكبوتة في الإنسان. ولكن شهبندر التجار ليس بحاجة إلى مال حتى. ولكن كم ترى أعرض عليه؟ اسمع، اعرض عليه نصف التركة. ماذا؟ نصف التركة؟ نعم، نصف التركة. وعندما يشهد لصالحك سوف لن ينال من التركة ولا حبة البركة. حار معك يا أبا الفتح. حسن، ومن هو الشاهد الثاني؟ اسمع، ما بك يا رجل؟ جئت أقترض بعض الملح، فقد صنعت زوجتي الحساء ولا ملح في الوعاء. ألا تظن أن الوقت متأخر لتناول العشاء؟ لقد قرب الليل على الانتهاء. ولكن ما حيلتي يا صغيرتي؟ زوجتي سبب علتي ونكبتي. لا بأس، على كل حال فهي زوجتك وشريكة حياتك، فلا أقل من أن تتحملها حتى مماتها ومماتك. لقد تزوجتها في الحقيقة عن شفقة لا عن حب. وها هي قد أوشكت أن تصل إلى نهاية الدرب. وأنا كما تلاحظين ما زلت في منتصف الطريق، وقلبي لا يزال يهفو إلى رفيق. كفاك مكرا أيها الزنديق، واذهب بلا ملح قبل أن يفتح في رأسك ألف جرح وجرح. ليتك تفعلين، فضرب الحبيب كأكل الزبيب. إذن فليشج رأسك قبقابي أيها العجوز المتصابي. اف، هكذا إذن أنت أخو المرحوم؟ نعم. ولم لم تظهر حتى الآن؟ لأنني مكتوم. ومن يصدق هذا الكلام؟ ها؟ إذا كان الشهبندر أحد شهودي فالكل سيؤكد وجودي. أو تريد مني أن أشهد زورا وبهتانا؟ حاشا وكلا، ولكن العمل بالنية، وشهادتك لا تتعدى الحقيقة المبنية على هذه النظرية. كيف؟ الإنسان أخ للإنسان، وكلنا أبناء لآدم عليه السلام. إذن فأنا حتما أخ للمرحوم المدفون تحت الركام. يا سلام، ولماذا لا أكون أنا مثلا؟ وأنت أيضا شقيقي، وعندما تؤول التركة لي ستقاسمني يا صديقي. ماذا تقول؟ ما سمعت، نصف التركة لك والنصف الآخر لي إذا ما شهدت لصالح. ولكن الأمر يا طهماز ليس بهذه السهولة، فالوصي كبير الحيلة، ثم هناك صاحب الشرطة الذي يمثل السلطة. دعك منه،
دعك من صاحب الشرطة، موظف صغير براتب ضئيل ويقنع بالقليل، وخير له أن يمني نفسه بالفوز من الوعاء بلحسة، ثم سأجعله شاهد الثاني. ولكن الأمر يا طهماز يحتاج إلى إثباتات ووثائق وبينات. هذا يمكن تدبيره ببعض الليرات، فأمر كهذا يحتاج إلى نفقات. في هذه الحالة يجب أن تقطع لي العهد وتوفي لي بالعهد أيضا. لك أن تطلب الضمان الذي تريد، نصف التركة أو يزيد. حسنا، لك ذلك. ثبت ذلك خطيا ليكون الأمر قانونيا. كما تريد يا شهبندر، إلي بقلم وقرطاس. إذا الآن دعني أقبل منك هذا الرأس. صدري أخي، أكاد أموت، أنقذوني. أرجوك يا سيدي أنقذها. وهل تراني أقصر؟ إني أفحص لها صدرها فهو ما زال يزمر. هل آتيك بالدواء لتعالجها؟ سافان، ماذا فعلت بك الأيام؟ أترى أنزلت على العاد أم أنك نسيتنا على البعد؟ تشجعي. انظر يا معلمي إلى صاحب الخان، زوجته تموت وهو يشخر كالحيوان. مرداس، إلي بقارورة الإنعاش مع قليل من ماء الزهر، علّه ينعشها قليلا ويشرح لها الصدر. هيا تشجعي يا خانة. هي سعفان، سعفان، قم أيها الحيوان. أليست هذه المرأة هي زوجتك؟ أنا هي على هذه الحال منذ زمن. دعوة ستصحو من ذاتها، اتركوها. إني أريد النوم، فقد حلمت أني من علية القوم. مرداس، إلي بالدواء ولا تتصرف كالبلهاء. يا نسيم الورد خبر الرشا، لم يزيدني الورد إلا عطشا. يا نسيم الورد خبر الرشا، لم يزيد. أين هو صندوق الدواء؟ اللهم عجل لها بالشفاء. ما بك تدور كالمجنون؟ أين الدواء وماء الزهر؟ هل لم تمت بعد تلك العجوز؟ حرام عليك يا مرجانة، هذا الكلام لا يجوز. لن يصلح العطار ما أفسد الدهر، ولن تعود الروح إذا ما قضي الأمر. يا نسيمة الورد خبر الرشا. Thank you.
السلام على صاحب الشرطة، يا من لديه الحل لكل ورطة. وعليك السلام يا طهماز. ما الذي جرى يا ترى حتى زرتني اليوم دون الورى؟ لابد أن لك في هذه الزيارة مأربا أو حاجة ملحة ومطلبا. تفضل تفضل. ملاحظتك الفطنة تعجبني، وذكاؤك اللامع يطربني، ورغم كرهك للمجادلة أعرف تماما تجاوبك مع المصالح المتبادلة. تكلم يا طهماز بصريح العبارة، ما هدفك من هذه الزيارة؟ يا سيدي، ثبت بالبرهان القاطع وبالدليل الساطع أن المرحوم هو أخي وحبيبي، وعلى هذا فالترك من نصيبي. ماذا قلت يا حبيبي؟ أتظنني أحمق حتى تسمعني هذا الكلام الملفق؟ اسمعني جيدا، أنا لا أطلب منك أن تمالك، فقط أرجوك أن تصادق. أصادق؟ على ماذا؟ على أنني أخ للمرحوم، أما نصيبك من التركة فسيكون المبلغ المرقوم. ماذا تقول يا طهماز؟ هذه رشوة، رشوة ومخالفة صريحة للأصول والنظام، ثم كيف تجرؤ على مخاطبتي بمثل هذا الكلام؟ فهمني جيدا، إنني بالواقع أرثي لحالك وأشفق عليك وعلى عيالك. ماذا تقول؟ أيرضيك أن تبقى طيلة عمرك موظفا صغيرا؟ ماذا تعني؟ لقد أمضيت نصف عمرك وزمانك في خدمة واليك وسلطانك، واكتسبت عداء الناس وركبهم من أمرك الوسواس، فما الذي تنتظره بعد هذا إذا ما تقاعدت وفي البيت قعدت لا جاه ولا مال بل ذل وإذلال؟ هذا حق، هذا حق. ثم إنك لازلت عزبا، تنام في الديوان، ترتدي لباس الوالي وتأكل من مال السلطان. هذا حق. أما تلك التركة الكبيرة فلا بد أنها ستؤول إلى أحدهم يوما، فأساليب البلع كثير. هذا ممكن؟ طبعا طبعا، فأيهما أفضل لك، بؤس وشقاء أم رغد وهناء؟ بل رغد وهناء، ولكن كيف؟ إذا ما صادقت على أني أخ للمرحوم سأخصص لك من التركة المبلغ المرقوم. والآن يا عمي يا شيخ الكار، لك أن تحدد موعد كتابي على جل نار. ولكن ما الذي جرى؟ هل أصبحت تملك المهر والسكن يا ترى؟ نعم نعم. وكيف هبطت عليك النعمة هكذا فجأة دون إشارة أو مقدمة؟ أبي أرجوك، أتريد أن تقطع نصيبي من ابن عمي وخطيبي؟ لا يا ابنتي، لكن هذا الشرطي معاشه محدود وهو إلى الوظيفة مشدود. لا، ليس هذا هو السبب يا أبي، إنك تريد أن تزوجني لذلك الغبي الذي يملك. احرسي. ماذا أسمع؟ لمن كنت ستزوجها يا أقرع؟ ويحك يا هذا، لا تنسى أنني عمك، فتأدب وبألفاظك تهذب. صحيح، هو عمك ورضاه يهمك. اسمع يا عمي، لك أن تسمي ما سأقوله لك تهديدا، وإن شئت فسمه وعيدا. جل نار ابنة عمي ولن يتزوجها أحد غيري. إذن ادفع مهرها يا ابن أخي وصهري. عن المال لا تسل يا شيخ الكار، فعندي منه ما يعجز عن حمله 70 حمار. صحيح أنت تملك الفلوس؟ نعم نعم يا أحلى عروس.
مرجانة أرجوكي اسمعيني يا مرجانة. تسرق الطعام والماء وتقدمه لتلك العجوز الشمطاء؟ إنها جد مريضة وهي في فراشها مقيدة. ومن أوكلك أمرها؟ هل أنت زوجها أم ابنها؟ ها؟ ليت لي أما مثلها. إذن هيا هيا اذهب إليها ونم بين ذراعيها. هيا مرجانة مرجانة، مهما تظاهرت بالقسوة والعنف فأنت لست من ذلك الصنف، والنسوة يتميزن برقة القلب والضعف. مرجانة أنا أحبك لأنك إنسانة، خلقت يتيما، لا أنا أدركت أبا عطوفا ولا أما رؤوما، تمرغت في الأوحال حتى التقطني أبو الفتح، وكان لي نعم المعلم والأخ، وعندما التقيت بك هفت روحي إليك وأصبح قلبي ملك يديك. أرجوك يا مرجانة افتحي قلبك لهذه العجوز المسكينة، فهي وحيدة مثلي وأصبح لها مكان أثير في قلبي. لا بأس عليك يا مرداس، لا بأس، من يملك هذا الإحساس ويتفحص حال غيره من الناس لابد وأنه سيكون خير الأزواج. هيا قوليها. هيا 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 لنذهب ولنطمئن على العجوز، فتركها هكذا لا يجوز. وأخيرا حصلت على غايتي ومطلبي، فيا فرحي ويا طربي، صبر حكم القاضي لصالحي وأصبحت التركة ملكي وتحت جانحي. مبروك يا أبي، ولكن متى ستردني إلى أبي الفتح؟ صرت أخجل أن ألح. ليس قبل أن أضع يدي على الجوهر الغالي وأرقد فوقه الأسابيع والليالي. ألم تتفق مع أبي الفتح على ذلك وتحددا موعدا؟ لم أبحث هذا الموضوع لا اليوم ولا حتى غدا. أرجو ألا تراوغ يا طهماس، من يدري هذه المرة فقد لا تسلم الجرة. ما شاء الله، حكم وأمثال، وما دخلك أنت على أي حال؟ معها الحق يا أبي. طبعا، فسعادة بدور هي غايتي ومأربي. إنما تسعين للتخلص من ابنتي كي تحكمي الطوق حول رقبتي، هذا لن يكون، هل فهمتي؟ ولكنها يا أبي. اسكتي أنت ولا تتدخلي يا ابنتي. إذن فأنت تنوي أن تغدر بأبي الفتح؟ لا، ولكن لا أظنك سترد له زوجته أبدا. أتهددين أم تتوعدين؟ إذن فاعلمي علم اليقين أن أبا فتحك الآن تحت رحمتي وفي قبضتي، ولن يملك إلا أن يسلمني التركة وفوقها حبة بركة. أما عن رد بدور فسيكون هذا الأمر رهن إشارتي ووفق رغبتي، إن شئت فعلت وإن شئت امتنعت. أتفهمين؟ أتفهمين؟ نعم فهمت، وكيف لا أفهمك وقد أمضيت عمري كله أخدمك. لا بأس، لا بأس يا عطية، فالأمور عندي تسير وفق خطة مدروسة بهدوء وروية لا يضيع من خلالها لأحد حق، ذكرا كان أم أنثى لا فرق. ولكن بدور في حال من القلق كبير، فهي حائرة في خفوق قلبها الصغير. إذن عودي إليها وأخبريها أن كل شيء سيغدو على ما يرام بإذن الله. مع السلامة يا عطية، مع السلامة. مرجانة، يا مرجانة. نعم يا سيدي. اقتربي مني يا مرجانة. ها أنا ذي يا سيدي، أمن خدمة أؤديها؟ نعم نعم.
أراك منقبض النفس، في عينيك حمرار ويعلو وجنتيك الأصفرار. هل أنت متوعك المزاج أم انتابك بعض الانزعاج؟ تعالي يا مرجانة، أريد أن أحادثك. هل أسخن لك بعض الماء فتستحم ويزول عنك العناء؟ مرجانة، لا أريد شيئا من هذا. هل أرقص لك وأغني فتطيب نفسك وترضى عني؟ مرجانة، اهدئي قليلا واتركي لي للحديث فرصة. أنا لا أريد أغنية ولا رقصة. تفضل تفضل، كلي آذان صاغية. تعالي مرجانة، إذا كان صباح الغد سلام عليك يا شهبندر التجار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي إليك ليلى مهار. كيف حالك يا طهماس؟ الحمد لله الحمد لله. تفضل يا رجل. شكرا. تفضل. عندي أعمال، إلى اللقاء. إليك يا سيدي، خذ بيدي، اخدمني هذه الخدمة الصغيرة، دفع الله عنك بلايا الدنيا الكثيرة. ما بك يا امرأة؟ ومن تكونين؟ سمني ما شئت، أختك، جاريتك، سمني ما شئت، فأنا مستنجدة بجاهك، طالبة عونك ومساعدتك، دخيلة. أولا ليس لي أخوات، ثانيا عندي جوار كثيرات، ثالثا ما مصيبتك؟ زوجي يا سيدي رحل منذ سنوات عني وتركني أعاني الجوع والحرمان، لا قريب يؤويني ولا صديق يحميني. وأنا ما شأني يا امرأة؟ أريد منك خدمة تؤديها لوجه الله تعالى الوهاب، ولك عنده الأجر والثواب. تقولين زوجك رحل عنك؟ نعم يا سيدي. هل اسمك ليلى؟ كلا يا سيدي، ودع زينب. تعال. الحمد لله، لقد توجست كمن في عبه عقرب. ومن هي ليلى يا سيدي؟ لا عليك، والآن كيف يمكنني أن أساعدك دون أن أملأ بالمال يدك؟ أرجو منك أن تطلقني أمام القاضي، دخيلك. أجمنت يا امرأة؟ ومتى تزوجتك أنا حتى أبادر الآن لطلاقك؟ اسمعني جيدا يا سيدي، لقد غادرني زوجي منذ سنوات، ولا خبر عنه ولا معلومات، وعلى الأغلب أنه مات. لا شك أن لديه كل الحق، فالزواج منك حتما عبودية ورق. وقد تقدم لزواج الكثير من الرجال. لعل في عقلهم خبال. ولما كنت والحالة هذه معلقة ولست متزوجة ولا مطلقة، فسأبقى طيلة عمري دون زواج، إذ لا يحل الزواج على الزواج. لا لا طبعا، استغفر الله العظيم. فإذا ما قبلت أن تطلقني أمام القاضي على اعتبارك زوجي، سأصبر مدة العدة ثم أتزوج ثانية وتحل هذه العقدة. ولكنني على عجلة من أمري يا امرأة. ساعدني ساعدني، لا أوقعك الله في شدة، دخيلك، كن مجيري، فبيدك وحدك مستقبلي ومصيري. لا بأس امرأة، لا بأس، سأذهب معك إلى القاضي رغم أنفي وكأنني أسير إلى حتفي. طلقني. وهكذا يا بني، فقدت زوجي وأضعت ولدي وتزوجت من هذا الإنسان صاحب الخان. إنه يا بني بؤرة فساد ومثال سيء لأحط العباد. والآن بعد أن عرفت قصتي وحكايتي، أرجو أن تقبل مني أعطيتي، فأنت الآن بمثابة ولدي. ولكن يا سيدتي، أيزعجك هذا النسب أم أن والدتك ذات حسب؟ والدتي؟ لا أبدا يا سيدتي، فأنا أيضا لا أعرف والدتي. إذن اعتبرني والدتك وخذ هذه الدراهم واقضي بها حاجتك.
ولكن ما هذه الورقة؟ إنها وثيقة زواجي الأول. اقرأها ولا تخجل، فأنا لا أخشى أن تكشف عمري. مرداس. مرداس. نعم يا معلمي. ألم تعد ترى غير هذه العجوز بين الناس؟ هل لك أن تقرأ لي هذه الورقة يا معلمي؟ فأنا كما تعلم شبه أمي. وما عساها تكون؟ مرداس، سأحتفظ بهذه الورقة وسأخبرك بفحواها في وقت لاحق. إذن فأنت تعترف أنك زوجها وقد هجرتها 10 سنين حسب ما ادعت. نعم. عانيت من الهم والنكد، كنت ألاحقه طيلة هذه المدة من بلد إلى بلد أتتبع أخباره لأرى أين حط رحاله. يا سبحان الله. وكنت كلما قاربت أن ألقاه يسافر ويحمل عصاه، وهكذا دواليك، وأخيرا عثرت عليه فجئت به إليك. هل تريد أن تطلقها؟ نعم. طلقتها وانتهيت. أتبرئينه يا امرأة؟ أبدا، لي عليه صداق ونفقة 20 سنين ومؤخر الطلاق. ماذا تقولين؟ اسكت أنت. ولكن يا سيدي، لماذا تمتعض وكلما طلبت بحقي تعترض؟ أتريد أن تنكرني بعد أن رميتني وهجرتني؟ ولكنها يا سيدي إنها. اسمع ولا تكثر الكلام، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أعطيها حقها، ولك الخيار بعدها في استعادتها أو تركها لشأنها.